بتفتح عينه كده ما بيردش. احنا ما فيش مش قادر انا بعدين ده هنقول يعني دخل وقت الاولى عندنا كان داخل على الاستقبال ده تمام الوقت الاولى وبعدين الدنيا بقى احنا عايزين نفرح احنا طبعا عندنا حالات كتير والراجل ده شايف كويس بيفتح عينه بيحرك ايديه كده بس يعني مش بيتكلم مش راضي يتكلم خالص. وبعدين انا يعني كان من الفكر اللي عندي انبشن ان خلاص مفيش حاجه. بعدين قبل ما اتحرك على طول كان معايا واحد زميلي في الحقيقه اضطر قال لي لا احنا نعمله في تي شكله مش مريح على نفس الشيء. طبعا عنده ماده تبرك من هنا تبرك من هنا جامد جدا هو اللي مخليه مشدده لان انت اللي هو ما كانش ماشي مع الشكل الكتير بتاعك لان هو الكتير اللي تبرك من هنا اللي كانت موجوده كانت كبيره جدا كان المفروض ان هو يبقى ديك في كنترول عن كده يعني لكن هو كان قاعد يبقى من الكونسبت وكده فده بديله بس انتوا تقريبا ان هو فعلا ممكن العيان ببساطه جدا ان احنا كوميديو ولا يعني انا بحكي لكم القصه دي بالرغم من اللي انا كنت غلطان فيه يعني مش عارف تستفيدوا منها اللي فعلا ان العيان ده كان فيه اندر ستريس ان الواحد خد الهيستوري وكلم بيه لان هو كان صار زي كونسيومنج فاكتور او انتقام ستريس رائع هو بيفتح عليه مش راضي يتكلم ان هو ستريس ولما بدا لما جينا عملنا له سي تي لان في ستراكشر ليه بيتحول جدا وواضح وطبعا كويس جدا والعيان ما كانش ادمشن وما كانش مانجمنت والوضع فدايما الكونت اندر ستريس الكلينيكال سيتويشن اللي قدامك ولو شايف ان انت شاكك خليك احسن ايه اوفر يعني اعمل انفستيجيشن وركز العيان وكده ما تمشيش عيان وهو ممكن يكون عنده مشكله. هيفاجئ طبعا بس هو ممكن ما يبقاش وبين كوماند هو ممكن هتقول له اقفل ايدك مش هيقدر يقفل ايده لان انت اول ما تخرج هيبقى بقى لان هو طبعا هتوجعه هيحاول ان هو يبعد ايدك عنه فلكن لما تقول له يعني حرك ايدك او كده هيعمل عبيط طبعا مش هيقدر يرد عليك يعني. طيب دلوقتي احنا وصلنا للجزء المهم اللي هو الجزء العملي بقى اللي احنا عايزين يعني نوصله من بدري وقت طوبه هنعمل ايه؟ طب احنا خلاص عرفنا ان العيان ده الحمد لله عملنا له بس ولا ما بيردش وعملنا له كل الكلام ده. طيب ايه بقى اللي احنا اتكلمنا عليه؟ احنا قلنا هنعمل نقطه جنرال مانجمنت او انيشال مانجمنت او الكونفيجريشن اللي احنا عايزين نعملها له ان احنا عايزين نمنع ان يحصل له كونفيجريشن. اول حاجه ان احنا العيان ده بقى لا يكون كونفيجريشن خطير. ايه الكونفيجريشن اللي ممكن تحصل؟ اول مثلا الكونفيجريشن ممكن تحصل تمام العيان نايم كده يحصل له اسبريشن. عارفين يعني ايه اسبريشن؟ طبعا الاسبريشن يعني ان هو ممكن يرجع او يجرب حتى ان هو السليمه الاسبريشن اللي فوق دي انها تبتدي تنزل على الرمل عنده يحصل له اسبريشن يحصل له نمونيا. ممكن ان هو يحصل له يعني يقع ممكن يحصل له يعني اي مشكله ممكن تحصل له وهو مضمون ريسبوند كده. فان احنا المفروض ان احنا نبتدي اول حاجه نعمل اسسمنت للفايتال ساينز بتاعته او الانيشال بوينت اللي المفروض نبص عليها وبعدين نبتدي نعمل كوريكشن سريع للبوينت دي وبعدين نيجي بعد كده مرحله ان احنا نحط الديفرنشال دايجنوستكس ليست ان احنا نعمل مور انفستيجيشن. يعني لو سلمنا هنقول ان في برايمري سيرجري اللي هو زي ما قلنا هنعمل انيشال اسسمنت للفايتال ساينز بسرعه اللي هي البي بي سي هنتكلم عنها. ايميديت انترفنشن لو العيان محتاج حاجه سريعه ان انا اعمل كده. بعد كده في دايجنوستيك ستاديز سبورت فيها شكل السيرفي. شكل السيرفي ده من بلاش خالص المرحله اللي احنا فيها دي. احنا عايزين نعمل جود برايمري سيرفي جود ايميديت انترفنشن وتكون هنقدر ندايركت الدايجنوستيك ستاديز دي في الاتجاه المناسب زي ما قلنا او ان احنا ندايركت العيان للمكان المناسب يبقى كويس قوي. طيب ايه بقى اللي هنعمله له العيان ده؟ اول حاجه الاي بي سي هنتكلم عنها في المثال الجاي اللي هي الاي بي سي او الكونسنتريشن بوينت اللي هم الايرو واي كونديشن سيركيليشن هنتكلم عنه. الانترفينس اكسس الدوكتورين ثيرابي الاكل تشيك طبعا ان احنا نقيس الجلوكوز حاجه اسمها كوما كوكتيل هتكلم عنها برضه في السلايد الجايه. كوما كوكتيل ده يعني ريجيم متعارف عليه ان اي عيان جاي كوما بنحط له كل ثلاث حاجات مش احنا بنحط له دي موجوده يعني حاجه جايه اللي هي الجلوكوز والثيامين والنافكان. اشمعنى الثلاثه دول؟ لان لو الحاجات دي من اسباب ال هنتاكد اكسبرت يعني الجلوكوز والتامين والاركان لان دول من ثلاث اسباب من اسباب الريفرس والكوما اللي هي الريفرس والكوما يعني ايه؟ يعني اول ما يطلعهم من عيني فوق على طول يعني كتير انا معرفش اذا كان يعني لو انت بقى تفضل الحاجات دي يمكن عدى عليكم او شفتوا عينين الهايبو بلاسيميا عيان بيبقى كويس وبعدين بعد شويه تلاقيه ما بيتكلمش خالص تعمل له مثلا جلوكوز تشيك تلاقيه 30 اكثر 30 تديله شويه جلوكوز قام كده على طول حسن بسرعه. الثيامين نفس الحكايه، الثيامين طبعا ده مش كومن عندنا قوي مشكلته لان الثيامين ده دايما كان بيحصل في العينين، الثيامين بيشن في الفيتامين من بيت الثيامين بيحصل في العينين اللي هم الالكوليك اللي كنت بتتكلم عنها الفاتك والحاجات دي فدايما بيبقى عندهم ثيامين بيشن في بيسبب كوما او بيعمل ما بتبقاش حاجه تكون كوما يعني بيبقى العين برضه بيتراضي او بيفرط كده ولما بياخد الثيامين الانجكشن ده بيبتدي يكون.
الاركان او النيوترون برضه دي ماده مهمه. النيوترون ده اللي هو الانتي دوت بتاع الحاجات اللي هي فوكيه اللي هي المورفين والحاجات اللي كده المورفين والدريفتيف بتاعته. الانتي دوت بتاعتها الاركان برضه العيال اللي بيبقى واخد المورفين ده بيجي لك زي ما دوت خالص وانس ان هو بس في له افكت الاكزبشن بتاعت الاركان بيصحى اقل من 30 ثانيه اللي هي بدا الوجود للصحه. عشان كده في حاجه اسمها كوما فوكيه لما بتيجي عيان في الاستقبال مش عارف عنده ايه او كده. طبعا ده مش ابلاي عمليا في كل الاماكن بتعمله رفع مع عضلات الدم اللي بنبدا عندنا هنا في الاستقبال الا ده فيه تفصيله معينه خلينا نعمل كده. احنا بنحط في الصوت في يمين لو كان هو ده السيستم. وفي ناس كمان بيزودوا عليه ماده ثانيه اللي هي الانكسيس او الكروماتينيل اللي هي الانتي دوت بتاعت الايه البيزك بلازمين اللي هي الحاجات اللي هي الميزوزيلام والنيوكليك والحاجات دي. البيزك بلازمين الماده اللي هي الانتي دوت بتاعتهم الكروماتينيل بتتحط برضه. هنتكلم في الحاجات دي بعدين. الحاجات الثانيه مهمه برضه في الانيشال اسسمنت او في الابروتش الاساسي في البريزنتيشن ان احنا نعمل تارجت مونيتورنج فرد اوكيماتيك شوف الاوكسجين بيوصل قد ايه. السرفايكال سباين بروبوشن دي طبعا مهمه في حالات التروما لو عيان عنده تروماتيك انزلت زي التروما من التروما طبعا مهمه جدا ان احنا نحدد له السرفايكال كولر. وهنتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن التروما الاسبوع الجاي في ان شاء الله. قلنا للدكتور قلنا انتوبيشن اكوردنج للسيتويشن. هنيجي نراجع تاني الجي بي سي كده بالتفصيل. هنقول ان الاي هي الاير واي زي ما اتفقنا ان بي هي البريتنج والسي هي السيركيليشن. اول حاجه في الاي ان هي ان احنا نشوف الاير واي. يعني ايه الاير واي انفكشن؟ الاير واي انفكشن العيان بيقدر ياخد نفسه بشكل طبيعي. في فرق بين الاير واي والبريتنج لان ممكن يكون الاير واي انفكشن سكه سالكه لكن العيان ما بياخدش نفسه. ممكن يكون الاير واي في اوبستراكشن. الاوبستراكشن ده غالبا اللي بيبقى ايه؟ ممكن يكون فورم بودي لو العيان فيه تروما او حاجه زي كده. لكن غالبا العيان الكوما لما بيحصل له اوبستراكشن يحصل له اوبستراكشن بسبب ان البامب بتاعه يحصل له يعني يحصل ريلاكسيشن ويرجع لورا فدي يحصل للاير واي. فدي مشكله طبعا كبيره جدا لكن سهله جدا في نفس الوقت ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نبعد ازاي لو عايز اير واي نعمل ايه عشان نعمل الموضوع ده؟ حط له بوش في الاستقبال لو جه عيان زي كده مثلا ازاي نحط اير واي اللي هو الاورا اير واي ده حاجه كده شو اكيد ولا حاجه حتى مش عارف الاورا اير واي ده يعني حتى بلاستيك كده صغيره حتى لو ما عندكش ممكن تحط اي حاجه ممكن تحط قلم ممكن اي حاجه مجرد ان لسان العيان بدل ما هو نازل نايم كده ولسانه راجع لورا لا ده احنا هننزل لسانه لتحت باي حاجه تثبته بحيث ان هو يبقى التراك اللي هي التغيرات التراك دي كويسه بحيث ان هو يقدر يتنفس بشكل طبيعي. فممكن ان السير وي مجرد كمان قبل الحكايه دي ممكن المجرد البوزيشننج يعني هو دايما العيان لو هو نايم كل فليكشن كده او تنشن جامد او كده ممكن ان كان دايما يبقى يعني يتسدد السير وي. لكن احنا لو حطيناه في اليوتيوب بوزيشن كده اهو وعملنا له مايند اكستنشن لراسه ده برضه بيساعدنا ان احنا نفتح السير وي. بنسميها شين ليفت او بيت تيست ان احنا نميل راسه لورا كده شويه نخلي السير وي انتهى. طبعا مفيش مانع وانت بتحط السير وي انك تبص بصه فوق خصوصا لو حاله تروما ممكن يكون في فار مودي ممكن يكون في حاجه جوه بقه هي اللي فاتت السكه عشان ينسد اللي طبعا اخر مرحله في الاير واي لو احنا ما قدرناش ان احنا نسكيور الاير واي في الطرق دي كلها هيبقى اللي هي الاندوتراكيال تو. طبعا هي دي الموست ديفنت الاير واي مانجمنت لكن هي مشكله التو انها محتاجه يعني سم كير يعني مش اي حد يقدر يحط التو. فطبعا بيبقى اسهل ان احنا نحاول نعمل المانوال مانوفر او نحط الاورا الاير واي في الاول. الموضوع ده الاندوتراكيال تو لو حد عنده سكيل يقدر المرحله الثانيه طبعا ان احنا هننشور البريدنج ونقلل الاوكسجينيشن زي ما اتكلمنا ان العيان هو الدوس ده عنده غالبا برين هنزل ايزر ان هو برايمري او سكند برين هنزل من حاجه ميتابوليك او كده وان البرين بتاعه فيري سنسيتيف للاوكسجين للجلوكوز والاوكسجين. فبالتالي احنا عايزين دايما نطلع الاوكسجين في اسرع وقت من الاوكسجينيشن فلازم ان احنا عندنا حاجه في البريدنج. برضه البريدنج هنتاكد منها ازاي؟ اكتر طريقه ان احنا نعمل اكسبتيشن للشات نشوف ان هو في جود جرانيت ولا لا. اذا كان في بلس اوكسيميتر ان احنا نحطه ونشوف فيه نسبه الاوكسجين قد ايه الاوكسجين ساتوريشن او ان احنا نعمل اي بي جي او بلاد جاتس. شفتوا اظن سيشن على البلاد جاتس كده حد ان شاء الله حد حد شرح لكم بلاد جاتس لا تجربه ما حضرتوش. طبعا الحاجه الثانيه برضه لو احنا ما قدرناش نعمل هنتكلم عن الاوكسجين بقى ازاي لو ما فيش جود اوكسجينيشن او بريدنج. برضه عندنا كذا مرحله ان احنا نحسن البريدنج او الاوكسجينيشن ازاي. من اول ان احنا لو ما فيش سكيل برضه قلنا ان انت في الفيس شوت مش مشكله. احنا ممكن عندنا الماسك العادي ده اللي هو متوصل بالامبو باك اللي هو الفيس ماسك نحط فيس ماسك وعليه امبو باك ونبتدي نوصل الامبو باك بالاكسجين ونبتدي نعمل باجنج يعني نعمل ارتفيشال فنتيليشن خارجيه خالص من غير اي حاجه. مجرد ان انا لو حطيت اللي هو الاورال اير واي ده جوه الفوق كده فبوق الاير واي بقى مفتوح كويس
حط الفيس ماسك كده وابتدي انفخ الهواء من الانبوب باك، هيخش الهواء بالاكسجين، هيعمل بوست فنتليشن من غير اي حاجه، مش محتاج حتى اي سبلايزر. طبعا الراجل يعني هو الراجل بقى نحط البركات ممكن نحط ميكانيكال فنتليشن، لكن احنا بنتكلم عن الانيشال فنتليشن اللي هو ممكن يحصل في البي ار او يحصل في الميديكال وورك او في الطوارئ او في اي مكان. نقصد ويبت ان احنا باقل اكويبمنت ان احنا نقدر برضه نعمل بوست فنتليشن عند الاير واي فنتليشن من غير اي اكويبمنت. المرحله الثالثه اللي هي الديب سيركيليشن، السيركيليشن المقصود بيها البلاد بريشر والبلس. طبعا مهم جدا ان احنا نعمل لهم اسسمنت، لان العيان لو هو هايبرتنسيف ده برضه من الاسباب المهمه اللي تعمل هايبرتنسيشن للبريت، لان كل ما تحصل الهواتي السيربرال سيركيليشن هتقل، كل ما البريت سبلاي هيقل والعيان هيكون جوه المقصود. ممكن يكون السبب في بس بتاع من ضمن اسباب الكوما يكون هايبرتنسيشن او لو بلاد بريشر، لو العيان عنده هايبرتنسيف من فتره هيبتدي يبقى الكونش بتاعه يقل. فمهم جدا ان احنا نخلص البلد بريشر في اسرع وقت وننتهي بالبريشر. طبعا البلد بريشر هيقل والبلد هيزيد لو هو في هايبرتوليميا او في اي كان سبب الكلام ده. هنحط اي بي لاين، مهم قوي طبعا البيشن لاي عيال كوماتوز ان احنا نحط اي بي لاين حتى لو مش هنديله في حاجه، بس مجرد ان احنا نديله اي بي لاين عشان وقت ما نحب نديله حاجه يبقى قابلهم. دي الكوما كوكتيل اللي كان لكم عليها او ريفرس كنترول الكوما. اول حاجه اللي هي السبلمنتال اوكسجين، كل العيان ممكن يكون هيفك لدرجه ان انت تصلح له الاوكسجينيشن، دي حاجه كويسه. الانترفينس تايمينج، الانترفينس ستروز اللي هو احنا عندنا شغل ستروز 50%، هو المفروض ان الريجمنت بتدي 50 مللي من الستروز 50% اللي هم بيطلعوا 25 جرام. احنا الستروز اللي عندنا هنا دايما اللي برضه 25%، ما عندناش نقص في 50% ده، فدايما احنا بندي 100 مللي بتقول 25 مللي، فكانهم برضه 25 جرام نفس الفكره. والنابلزون نفس حاجه زي ما قلنا اللي هو الانف دوز بتاع الدنوتين او الاوكليت اللي هي بتبقى الدوز من 0.4، هو الانفول بتاع المكان ده اللي عندهم 30 مللي اللي هو الدوز بتاع 0.4 من الانفول. فانت بتحتاج ساعات اكتر من انفول، يعني لو العيان واخد ثاني دوز من الاوكليت دي ممكن تحتاج انفولين او ثلاثه عشان يبتدي ان هو يجيب. خلصنا الانيشال مانجمنت دلوقتي، عملنا سكيورنج للجوي، حكيت ان عيان جاب جود بريزنج وكونجريشن ان هو الاكسبريشن بتاعه كويس، عملنا سيركيليشن هنا بلاد بريشر والبلس كويس، يبقى كده عملنا الفايتال ساينس كلها ان هي الاكسبريشن كويس. نعم؟ لا لسه انا بقول لك احنا بنبتدي قبل ايه؟ كان في اول ممكن تكون بالظبط هو بينهم كيميكال ستراكشر، لكن كلينيكال احنا يعني هو واحد. انا بس بقول لك مفيش عندنا هنا في مصر 50% عشان هي دايما الكتب بتحكي كده 50 مللي و50 مللي، احنا ما عندناش قدام دي 100 مللي و25 مللي. بعد ما عملنا الانيشال اسسمنت او المانجمنت السريع ده، الانيشال اسسمنت ده فيري سيمبل، يعني هي في سلايد او اثنين سلايد من حضرتك كلهم، بس دول هم نقطة الموضوع كله، ان احنا لو قدرنا نعمل المرحله دي بشكل سبيشال هو ده اللي هيفرق مع العيال، ان احنا سيف لايف اند افويد كومبليكيشن، ان احنا قدرنا نضحك العيان ده بشكل كويس ان هو ما يتعرضش للكومبليكيشن، ان هو ممكن لما يفك الهايبرتنشن اللي عنده ده هتعمل اجريجيشن للبرين انتر في الموضوع اكتر، ولا العيان كان عنده مشكله واحده لا عنده مشكله اكتر وبيقل الريسك والدمج. فلو قدرنا نعمل الكومبليكيشن ده في الوقت المناسب هيفرق معانا كتير قوي ان العيان في النص بتاعه يحسن كتير. بعد كده نبتدي نمشي بشكل سيستماتيك، احنا خلاص عملنا له انيشال اسسمنت والبرزنتيشن على اللي اتطمنا من البلاد بريشر والاكسجريشن والكلام ده من تاني. هنبتدي نمشي سيستماتيك بقى ناخد الهيستوري بتاعه، الهيستوري بقى لو لقينا اهل لقينا حد نساله، هنبتدي نشوف الهيستوري التروما دراج ابيوز ميديكال الهيستوري، العيان عنده بقى ليفر عنده كدني عنده مش عارف دايبيتك، ممكن نفكر في الدايبيتك كوما، ممكن الهايبرجلايسيميا طبعا بتعمل كوما، السكر النوعيه برضه بيعمل دايبيتك كوما او هايبر بوزمولار كوما، اكيد الكلام ده عارفينه طبعا كلنا. الهيستوري قبل الكوما العيان ده حصل له طاقه لما اتفقنا ان برضه الحاجات الطاقه دي دايما احنا بنقول ان فلور اتاك ستراكشر برين ليجن، والحاجات اللي جايه في الجدول هنفكر في حاجات ميتابوليك اكتر. هل العيان ده كان ايه فجاه اللي حصل له كوما او هو ماشي وقع كده في مطوط، ولا هو كان ماشي كويس وبعدين بالتدريج بدا يقل بقى له يومين ثلاثه اللي جاب له كونش في الاسم. المهم الحاجات دي كلها بتدينا فلو عن اسباب الكوما او زي ما قلنا مش عايزين نقول اسباب، عايزين نقول كاتيجوريز في الكوما. كاتيجوريز يعني ان احنا عايزين نقول ميتابوليك او توكسيك او ستراكشر برين ليجن او سايكوجينيك. هي دي بيهمني ان انا اوصل للكاتيجوريز، مش لازم اوصل للسبيسيفيك.
الفوكس ستادي ده الاكزامينيشن بقى ابتدي نعمل الاكزامينيشن بعد كده. اهم حاجه اهم حاجه الاكزامينيشن طبعا بالنسبه للعيال هو نيورولوجيكال اكزامينيشن. وعشان انا طبعا في كتير كتير انا مش عايز ادخل في اللي هو دي اهم حاجتين تعملوها في عين الكوما مهمين جدا ما ينفعش نستغنى عنهم. ان انا معلم عليهم بالاحمر لازم الكوما كتير تعمل عنه التصفيات والبلاد ستارت. يعني انت لو عينت كوما عملت له بس الحاجتين دول انت مش هقول لك تعمل الاكزامينيشن الكرينيال نفس كلها والموتور ريسبونس والكون الحاجات دي. انا عارف ان الحاجات النيورولوجيكال اكزامينيشن دي تقيله جدا على قلبنا كلنا. وهي الواحد اول ما بيخلص الامتحان البكالوريوس اول حاجه بنساها يعني النيورولوجيكال اكزامينيشن دي عايز من كتيره بيبقى مش مستفاد. لكن احنا عايزين دايما نركز على نقطتين مهمين هيدونا اهم فلوس في الموضوع. لازم الكوما تخن والتوكنز ليه مهمه زي ما اتفقنا. لان عندنا اسباب للارج توكنز اسباب للسمول توكنز واهم الحاجتين دول اللي انا قلت لكم عليها اللي هي ان يكون في اسيمتري انيكوال توكنز. دي برضه فلو مهمه جدا لان الاسيمتري او الانيكوال توكن على طول انا دخلت في الحته اللي بتاع ستراكشر فريندلي. يعني في حاجه في الناحيه يعني في الناحيه اليمين في الناحيه الشماليه وده لا ميتابوليك ولا توكنز ولا سيتوزينك. ده خلاص عنده ستراكشر فريندلي طبعا هعمل معاه هذا الاساس. مجرد ان انا بصيت بس على عينيه لقيت ان الجزء بيشتغل بعضها. اذا الحته اللي هي مهمه جدا بتاع التوكن كانت لارج توكن او سمول. الحاجات السمول توكن على فكره او البين بوينت توكن قليله جدا هم حاجتين او ثلاثه اللي هي اي حاجه في الكون اللي هي الحاجات الكونتاين هيموريدج او كونتاين انفاركشن دايما بيبقى هيموريدج اكتر. الاوبيه اللي هي الحاجات المظبوط بيعمل بين بوينت